دلوقتي يجي معاد اخبارنا المتنوعه، وبدايه اخبارنا المتنوعه من عند دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللي اعلن خلال كلمته في استقبال توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه بمقر اللجنه الاولمبيه المصريه ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ابدى موافقتي على استعداد مصر للتقديم بطلب استضافه دوره الالعاب الاولمبيه 2036، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع فخامة الرئيس خلال زيارة رئيس اللجنة الأولمبية لمصر. تعالوا نروح لخبر تاني مهم جدا برضو عن زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر توماس باخ لمصر امبارح في زيارة استمرت لمدة يومين، وبدأها امبارح بزيارة الأهرامات، وتفقد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية منشآت مدينة مصر الأولمبية، ثم استمع لشرح عن منشآت مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكمان تم عرض أهم البطولات اللي نظمتها مصر خلال الأعوام الأخيرة، وبعد كده تم عمل عرض للمنشآت الرياضية المصرية والملاعب في جميع المحافظات والفنادق، واستعراض لإمكانيات مصر الكبيرة من خلال شرح بقاعة المؤتمرات وفيديو كامل لمراحل بناء مدينة مصر الأولمبية في كل الملاعب والصالات المتعددة والتي توجد بها والتي تم تشييدها في وقت قياسي. بصراحة المدينة الأولمبية دي هي طفرة إنشائية رياضية كبيرة جدا جدا جدا، والعالم كله شاهد على نجاح بالفعل بلدنا مصر في تنظيم كل البطولات العالمية وفي كل الألعاب. طبعا منتظرين مزيد من الإنجازات والنجاحات الرياضية خلال الفترة القادمة، ومدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية بجد صرح كبير جدا 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 ومبهر جدا جدا، وفخورين إن احنا بلدنا تمتلك هذا الصرح العظيم أو هذه المدينة الأولمبية، يعني حاجة بجد بجد تدعو للفخر. نروح لأخبار منتخب مصر الأول، وبيدرس الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة البرتغالي روي فيتوريا منح محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول راحة وإعفائه من المشاركة في مباراة ليبيريا الودية، واللي هتقام يوم الثلاث اللي جاي في إطار المباريات الودية اللي بياخدها المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالية بمعسكره المقام في برج العرب بإسكندرية. وعرفنا كمان ان مستر روي فيتوريا سيعقد جلسة اليوم مع الجهاز المعاون علشان يحسموا موقف محمد صلاح من ودية ليبيريا، وبعدها هيعلنوا الموقف النهائي سواء باستمرار مشاركة اللاعب في المباراة المقبلة أو الاكتفاء بخوضه مباراة النيجر واللي تألق فيها وأحرز هدفين في المباراة واللي انتهت بفوز منتخبنا 3-0. مدرب منتخبنا شايف أن بعض اللاعبين بيعانوا من حمل بدني كبير جدا، ومنهم محمد صلاح، علشان كده بيفكر في راحتهم وعدم مشاركتهم في المباراة الودية أمام ليبيريا، و يبقى في فرصة ويبقى في فرصة أكبر علشان يشوف أكبر عدد ممكن من اللاعبين المتواجدين في القائمة اللي اختارها للمعسكر الحالي. في كل الأحوال طبعا بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، وإن احنا بجد نشوف تطور في المستوى الفني خلال الفترة الجاية بقيادة طبعا مستر روي فيتوريا. بالكلام عن محمد صلاح وتألقه في مباراة امبارح، الصحف والمواقع الإنجليزية اهتمت طبعا باللي قدمه صلاح في المباراة امبارح، وكتبت صحيفة ديلي ميل البريطانية: صلاح يلمع مع منتخب مصر بثنائية رائعة ضد النيجر، جناح ليفربول يقترب من هدفه الدولي رقم 50 بعد بداية صعبة لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز. أما صحيفة ليفربول إيكو المختصة بأخبار ليفربول قالت: صلاح يسجل ثنائية في الفوز المنتخب بثلاثية دون رد على النيجر، لينعم بليلة دولية لم يحصل عليها رفاقه في الريدز. أما موقع
اتش اي تي سي البريطاني قال صلاح يرد على منتقديه بأداء رائع متحدثا عن كمية الانتقادات التي واجهها منذ بداية الموسم بسبب أرقامه التهديفية مقارنة بالموسم الماضي. طبعا دايما بنفرح طبعا بتألق نجمنا محمد صلاح وقد ايه هو مؤثر على الإعلام الغربي وكمان الإعلام العالمي بدليل اللي هما بيكتبوه عنه لما هو يتألق وقد ايه بجد بيبقوا مهتمين بيه، مش بس بصراحة عندهم، احنا كمان طبعا مقدرين جدا ان احنا عندنا نجم كبير زي يعني قائد منتخبنا محمد صلاح.